من ضمن الأسئلة، هل المؤهلات المتوسطة الصنايع والتجارة ليها فرص في عمل البنوك حتى لو هشتغل أمن أو أوفيس بوي، وأقدم عليها إزاي؟ الحقيقة إنه للأسف ده ما بقاش متاح في الوقت الحالي. كانت ده متاح مثلا في الثمانينات أو التسعينات، كان ممكن حد مؤهل متوسط، وشفنا ده، وهتلاقيهم حتى لسه ما طلعوش معاش، تلاقي مثلا نائب معرفش إيه وهو مؤهله الأساسي دبلوم تجارة أو دبلوم صنايع. لكن ده في الوقت الحالي ما بقاش موجود وما بقاش بيتم التعيين. حتى الخدمات زي الأمن أو الأوفيس بوي والحاجات دي بيشتغلوا بشركات خارجية، بمعنى إنهم بنك الأهلي مثلا متعاقد مع شركة الأمل مثلا، دي بتاعت الناس بتوع الأوفيس بوي والكلام ده، ييجوا يعملوا الشاي والقهوة ومش تابعين للبنك الأهلي أو أي بنك، يعني مش بس البنك الأهلي، ولكن هم مش بيعينوا دول. فيعني الأرزاق على الله وقدم، بس أكيد نصيحتي مش هتوصل لنتيجة. فالأفضل، ومش عاوز أحبطك ولكن دي الحقيقة، مش بكذب عليك، ولكن قول يا رب، ولو عاوز تكمل تعليمك وهدفك تدخل البنك كمل وربنا يرزقك.